أيضا بعث هذا السؤال أردف بسؤال له علاقة ومساس بالنية، يقول: إذا قمت بعمل صالح ولم تحضرني النية في طلب الأجر إلا بعد الانتهاء منه بفترة زمنية قد تطول، فهل لي الأجر أم يجب أن تحضرني النية أثناء وفي وقت القيام بالعمل؟ النية يجب أن تكون مع العمل، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا بد أن تكون النية مع العمل مقارنة للعمل، فإن أدي العمل بدون نية ثم نوى بعد ذلك لم تنفعه هذه النية. ولو فرضنا أنه مثلا صلى ركع وسجد وقام وفعل فعل الصلاة، إلا أنه لم يقصد الصلاة ثم نوى بعد ذلك، بعد ما انتهى نوى أن تكون صلاة فريضة أو نافلة، لم تجزئه ولم تنفعه لخلوها من النية. لو فرضنا مثلا أنه اغتسل بالماء وعليه جنابة، واغتسل بالماء بدون نية ثم نوى بعد ما فرغ أن يكون هذا عن الجنابة، لم ينفعه ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كذلك لو توضأ غسل أعضاء الوضوء لكن بدون نية الوضوء ثم نوى بعد ذلك، لم يجزه ذلك عن الوضوء لخلوه من النية. فالنية هي التي تصحح العمل. نعم.